هو المنبع الأنهر العراقية هو لو من تركيا لو من الإيران، فاثنيناتهم دا يصير عليها احتكار إنه ما يخلون يجي لنا مي يبنون عليها سدود. مثلا صارت سدد أتاتورك الكبير اللي بنت على نهر الدجلة وفرات همينة، وعندنا منابع من نهر الدجلة يكون منبعها من الإيران، وإيران أيضا تحاول أن تبني عليها سدود وبنت سدود ولا زال مستمرة في هذه العمل. كصاحب مطعم انه دا الاحظ بصورة عامة وقوية انه الاسماك اللي دا تجينا كلها انه اكثريتها تقريبا 80% خلينا نقول من ايران، مع انه احنا ثرواتنا السمكية مو قليلة وكجودة احنا اعلى. يعني ما اعرف شنو السبب، يعني انه اللي دا يجي كله من خارج العراق، مع انه حتى كطعم وحتى الاسعار دا تيجي أسعارها أغلى من سعر العراقي. الأسماك اللي يجينا من إيران هو يكون علفه مو مثل العلف العراقي، أكيد إحنا هنا يجينا فريش متربي بأنهر مالنا، هنا أنهر مالنا مي نظيفة وأعلاف نظيفة وشي مرتب وشي أوكي يعني، وكل العالم ترغب السمك العراقي لأن يعني هو شنو يعرف وين متربي ويعرف شنو علفه ويعرف الطعم ماله، لأن الإيراني يجينا طعم مو طيب أو المستورد يكون مجمد اعتيادي.